الثلاثاء 23 من يوليو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس. والبداية بالعناوين: أكبر مصب في نيجيريا تسعى لتوريد النفط الليبي. وزارة المالية تحيل أذونات صرف مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات. والنفط يستقر متأثرا بفائض متوقع وسط ضعف الطلب. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أوامر تمويل بقيمة تتجاوز 518 مليون دينار ليبي إلى المصرف المركزي، وذلك لتغطية مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن أشهر فبراير، مارس وإبريل. وفوضت وزارة المالية المصرف المركزي بخصم السعر الرسمي بدون ضريبة المقررة ب 27% التي فرضها قرار رئيس مجلس النواب على سعر صرف النقد. وأكد مصدر من المصرف المركزي أن المصرف تعذر عن صرف رواتب الموظفين الدبلوماسيين بالخارج عن شهر إبريل بسبب عدم وجود تغطية مالية كافية في حساب الوزارة. في موضوع آخر، وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية بدولة روسيا الاتحادية في المجال الاقتصادي وتعزيز العلاقات. ووفق اتحاد الغرف الليبي، فقد اتفق الطرفان على الالتزام بالإسهام في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين. كما تم الاتفاق على تبادل جميع المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدين. واتفق الجانبان على تقديم المساعدة لتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات في مجال الاقتصاد والتجارة وعقد لقاءات منتظمة لتقييم الإجراءات المتفق عليها وتذليل العقبات التي تعوق تنمية التعاون الاقتصادي والنظر في القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون الثنائي. افتتحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب فعاليات معرض بنغازي الدولي للإنشاءات، والذي يركز على صناعة البناء والإنشاءات في مناطق بنغازي، درنا وسرت وسبها والمرزق. ويعد المعرض حدثا تجاريا مختصا يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات والمهنيين في قطاع البناء وتسهيل التبادل التجاري والتعاون التقني. هي مدينة بنغازي تحتضن كل ما هو حديث ومتطور في المجالات المختلفة، وتفتح آفاق التعاون والتطور بين شركاتنا المحلية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال البناء والتشييد. السيدات والسادة الضيوف الكرام، نحن كحكومة ليبية نهتم الاهتمام الأكبر ونؤمن إيمانا راسخا بأهمية هذه المعارض، وخاصة نحن نشهد القفزة التاريخية التي تمر بها بلادنا في مجال الأعمار. يسرنا أن نفتتح معرض بنغازي الدولي للإنشاءات والتشييد والبناء، والذي سيقدم الإضافة في مجال طرق البناء والهندسة، ويتيح الفرصة لما تضمنه مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في مجال البناء والتشييد وفق أحدث الطرق العلمية والتقنية الحديثة والخدمات المتطورة. أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي انخفاضا ملحوظا في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة التراجع أكثر من 684 مليون دولار بنسبة 7.8%. وتشير البيانات إلى أن المصرف التجاري الوطني تصدر قائمة المصارف الأكثر بيعا للنقد الأجنبي بنسبة 16.6% بقيمة تخطت 1.3
33 مليار دولار. من جهة أخرى، تصدرت الشركة الليبية للحديد والصلب قائمة المؤسسات الحكومية الأكثر موافقة على طلبات الشراء بالدولار، حيث تجاوزت قيمة مشترياتها 195 مليون دولار. أما بالنسبة للسلع، فقد شهدت السلع الغذائية المتنوعة أعلى نسبة طلبات شراء من قبل القطاع الخاص من خلال الاعتمادات المستندية والحوالات، وذلك بنسبة 30.9%. حثت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين في الجهات والأجهزة المستقلة على ضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس النواب والأجهزة الرقابية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، محذرة من اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. ودعت الوزارة في منشور رسمي بتاريخ 3 يوليو إلى عدم حضور الاجتماعات أو استقبال أي لجان منها، مستثنية القرار من التعامل على مستوى الإدارة المختصة ببيانات الموظفين ذات العلاقة بالرواتب وما في حكمها. صفقة تلوح في الأفق بين ليبيا ونيجيريا، حيث أعلن المسؤول التنفيذي في مصفاة دانغوتي النيجيرية التي تعد أكبر مصفاة نفط في إفريقيا أن المصفاة تجري محادثات مع ليبيا لتأمين إمدادات من النفط الخام. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مصفاة دانغوتي النيجيرية التي تعد أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تجري محادثات مع ليبيا لتأمين الخام في إطار سعيها للتغلب على مشكلات الإمدادات المحلية. المصفاة التي بناها أليكو دانغوتي أغنى رجل في أفريقيا بتكلفة 20 مليار دولار تسعى أيضا للحصول على النفط الأنغولي. التصريحات التي جاءت على لسان المسؤول التنفيذي في المصفاة ديفاكومار إدوين لم تعلق عليها ليبيا أو أنغولا حتى الآن، لكن من المتوقع أن يستجيب البلدان وقد يعقدان صفقات مع المصفاة النيجيرية لتسيير شؤون اقتصاديهما. وكان الهدف من تأسيس مصفاة دانغوتي التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير، إلا أنها ومنذ أن بدأت عملياتها في يناير لم تتمكن من الحصول على إمدادات كافية من النفط الخام في نيجيريا. فالبلد المنتج للنفط والعضو في منظمة أوباك يعاني من السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وانخفاض الاستثمار، حيث سبق للمصفاة أن لجأت إلى استيراد النفط الخام من مناطق بعيدة مثل البرازيل والولايات المتحدة. وكانت سعة تكرير النفط الإجمالية في ليبيا قد استقرت عند مستوى 634 ألف برميل يوميا خلال عام 2022 دون تغيير عن السنوات الأربع السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021 وفق البيانات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. وجاءت سعة أكبر مصافي النفط الليبية مصفاة راس لانوف بسعة تكريرية بلغت 220 ألف برميل يوميا حتى عام 2022، كما جاءت مصفاة البريغا بسعة تكريرية تبلغ 155 ألف برميل يوميا، وحلت مصفاة الزاوية بسعة تكريرية تبلغ 120 ألف برميل يوميا. وتحظى سعة مصافي التكرير في ليبيا باهتمام ملحوظ بين الخبراء والمراقبين لأسواق النفط الإقليمية والعالمية. ورغم ارتفاع إنتاج المصافي عام 2022 فإنه ما زال أقل من السعة التكريرية بمعدل 4.5 مرة تقريبا بسبب ضعف الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011. نناقش هذا الملف مع ضيفنا الأستاذ محمد يوسف الخبير النفطي. أستاذ محمد، مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. وبداية، ما أهمية أن تحصل هاته المصفاة النيجيرية على إمدادات النفط من ليبيا؟ مساء الخير، أولا سلامي لك وللمشاهدين جميعا. شكرا لك. والحقيقة أنا اسمحي لي أن بناخذ الموضوع إذا كان بالإمكان من جانب آخر مختلف قليلا. نحن نتكلم الآن، نعلق على خبر لم يؤكد بعد، وبالتالي قد تكون تعليقاتنا حتى خارج إطار المفهوم بشكل عام. ولكن دعنا نتكلم من ناحية استراتيجية لقطاع النفط الليبي، أو كذلك اللي هو اللي قد تكون هذه الصفقة أو هذا الاتفاق قد يبرم مستقبلا. أنا في تصوري الشخصي عمليا يعني هذا اتفاق غير ممكن وغير مجدي،
من سببين أساسيين، أولا نيجيريا بلد منتج زينة للنفط الخام، ثانيا السوق التقليدي للنفط الليبي هو أوروبا، ثالثا نحن دائما نتناسوها ولو سمحتي لي سيدتي دائما نحن نتكلم حتى في لما نحدد مداخيل النفط الخام شهريا كثيرا من الإحصائيات والمدونين يذكرون الرقم بشكل واضح بأن الإنتاج الليبي كله 1,200,000 برميل أو 1,250,000 برميل، هذا كله يكون إيراد لنا، وهذه حقيقة يعني مجافي للحقيقة، لأنه كل ما إنتاجنا هو لا يتجاوز الوضع الحالي الآن مليون ومئتين وخمسين ألف برميل، بتنحي منا على الأقل 25% حصة شركاء و25% للتكرير للمصارف المحليه، هذا في غياب راس صندوق. هذه ارقام تعلن عنها المؤسسه الوطنيه للنفط استاذ محمد. اي نعم نعم نعم، انا ما اقوله، انا فقط احدد لك مفهوم الرقم، لما المؤسسه تتكلم عن الانتاج، ولكن الايراد مختلف بالكامل. الانتاج هذا بتخصم منه حصه شركاء، إنتاج مش حصة المؤسسة، المؤسسة تعلن في الإنتاج بالكامل وفي نفس الوقت بعدين لم تقسم منا في التكرير الداخلي. الآن تتكلمي على أنت في حدود 220 برميل في داخل ليبيا. وفقط التصحيح، أنا سمعت أن ذكرتي أو ذكر التقرير بأن مصفات البريقة 150 برميل، هي مصفات البريقة فقط 10 برميل، و20 برميل طبرق و 120 برميل الزاوية، والزويتينة كذلك 10 الزويتينة، لا يعني طبرق ولا سوري طبرق والسرير والبريقة، هذو كلهم لا يتجاوزوا 50 برميل، والزاوية 120 برميل، ففي الحدود 200 برميل في الداخل. على أي حال يبقى أن احنا اللي نتكلم عليه للتصدير لا يتجاوز 600 برميل أو 700 برميل بالكثير. في حالة تبدأ الرصرف تشتغل لن يعود نتجاوز 500 ألف برميل في اليوم. هذه نقطة أساسية، وبالتالي أنا لا أعتقد بأنه 500 ألف برميل لا يمكن تسويقها في السوق التقليدي الأوروبي، خاصة وأن السوق الأوروبي يتكلم على 15 مليون برميل استهلاك يومي. إحنا ما أعتقدش أن نكون عاجزين على بيع نصف المية من الاستهلاك الأوروبي في داخل أوروبا. وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذه الصفقة صفقة جادة، وإن كانت جادة قد تكون غير استراتيجية على الإطلاق. أنا أقصد وإن كانت واقعة مش جادة، وإن كانت فعلا هي صفقة تم قد تكون صفقة بشكل أو بآخر وليس لونج تيرم. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، حتى المصفات النيجيرية رأي تتكلم بشكل واضح بأن هي أسست على أن بتستهلك أو بتكرر الخام النيجيري، ولكن في غياب أو عدم استقرار الأوضاع في نيجيريا تحتاج أن هي الآن تتعاقد جزئيا حتى تتم استقرار الأوضاع. هي حال استقرار الأوضاع في نيجيريا هذه ليست لن تكون مورد على الإطلاق لخامات أخرى، وبالتالي هذا قد يؤثر في مستقبلا في قضية إذا كان اتفقنا على 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 هذا الديل، وأنا أشك أن هذا الديل حقيقة. واضح، شكرا لك أستاذ محمد يوسف الخبير النفطي على كل هذه المعطيات. نبقى في الشأن النفطي دوليا، حيث استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين في ظل حذر المستثمرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين تجاهلت السوق الاضطرابات التي شهدتها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:20 بتوقيت غرينتش، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيضا مسجلا 78.38 دولار للبرميل. وتجاهل معظم المتداولين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الفارط بانسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وترشيحه نائبته كاميلا هاريس، واستبعد محللو سيتي أن يروج المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو هاريس لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز. وركزت السوق على العرض والطلب، وهو ما قال محللون أنه من المرجح أن يتوازن بحلول الربع الرابع ويرتفع إلى فائض بحلول العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار برنت إلى مستوى 70 إلى 80 دولار للبرميل.
الثمين، ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في حين تصدر بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية غدا الأربعاء. وقدر استطلاع أولي أجرته رويترز لآراء 6 محللين تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي يوم 19 من يوليو، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار 500 ألف برميل في اليوم. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلس متواصل، والآن إلى آخر فقرتنا أسواق بلس. وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع الأحذية بترابلس. بالنسبة لدروات الشباب، الأسعار تبدأ من 35 إلى 95، وكل رسمة في منها ثلاثة ألوان. الرسمة لونها في منها ثلاثة، في الديداس، في النايك، في عندك الشعبي متاع 35 25، في حتى هو هذا في منه ألوان سعرة 95، في الديداس اللي بجنبه 85، في الأيرا 85، في عندك الكوندرا التركية هذه مخفضين فيها مدرين لسعر 25، في هذه 85 أرضية طبية، هذه هي 55 هذه التركية، في هذه 95 95 85. قاعدة السعر 35، في اللي تحتها أو أرضيتها الطبية 65، وفي منها 4 ألوان. في عندك هذا حتوه الأبيض 3 ألوان ورديته طبية وسعره مناسب كويس حتى هو، وفي عندك كيكلين ينبز حتى هو في نكشات هلبة وسعره كويس حتى هو، مقام تنظيفها حتى سعره 55، هذا في من النكشة هذه كيني ساي 65 ورديته طبية. أيوة في تي ان، في تي ان بلوانة حتى هو 95 85، في 125 على الجودة، وفي كموش الأرض الطبي أيوة، في منها صيفي وفي منها الأرضية العالية، وهو أرضياتها كلها طبية يعني. بسعر 35 وفي 45 على الأرضية أيوة، في سكتش حتى هو سكتش، في منها خيط وفي منها غير خيط، وفي الكندرة الأرضية هذه في يقول لها كندرة لبلات أيوة، هذه في منها 35 و45 و55 على الأرضية، في أرضيتها طبية في الأرضية متاعها عادية. هذا الشعبي كله 15 ديداس، عندك منه ديداس، في منه نايك، وفي منه هذا الصبة سعر 20 دينار أهلا، وفي هيك الديداس حتى هو نايك 25 20 سعره. في أرضاء هذه شركة توباكو، أرضيات كلها طبية، عندك منها كل نكشة جي ماكس، في منها 3 ألوان، في توك توك هذا 3 ألوان، وكلها 20 25 بالنسبة للشركة، لأن شركة واحدة غير النكشات تختلف، بس عندك التداس 25 حتى نكشة هذه وهذه 25، وفي هيك صادة 25 في أو 20 يبا، وفي عندك الشبشب هذا صندل البلغة، بلغة طبية هذه، هذه سعرها 35، هذا حذاء طب يستعمل فيه مستشفى شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.